السلام عليكم، معاكم محمود من قناة ترو لايف واللغة الأوكرانية من على الطبلية. نبدأ بأول كلمتين. ساروتشكا يعني قميص، ساروتشكا. الكلمة التانية بلوسكا، بلوسكا يعني بلوزة. معانا كلمتين كمان، كرافاتكا يعني كرافات، كرافاتكا. الكلمة التانية ريمين، ريمين، ريمين يعني حزام، كرافاتكا وريمين. الكلمتين اللي بعد كده معانا توفلي، توفلي يعني أحذية، pair of shoes يعني حذاء. الكلمة التانية كراسيفكي، كراسيفكي باللغة الروسية كراسوفكي، اللي هي الحذاء الرياضي أو الجزمة الرياضية، كراسيفكي وتوفلي. نيجي للكلمتين اللي بعد كده يستخدموا كتير، سبيتنيتسا، سبيتنيتسا، سبيتنيتسا يعني تنورة أو جوب، جيبة. الكلمة التانية جينس، جينس يعني جينز، بنطلون جينز، جينز. سبيدنيتسا، سبيدنيتسا. الكلمتين اللي بعد كده شكاربيتكي، شكاربيتكي يعني جوارب أو شرابات. الكلمة التانية يعني معطف، معطف، بالتو، بالتو يعني معطف، بالتو وشكاربيتكي. الكلمتين دول مهمين برضو بيستخدموا كتير، جودينيك يعني ساعة، جودينيك يعني نظارات، كولياري يعني نظارات، جودينيك يعني ساعة. الكلمتين دول خاصين بالشتاء، فصل الشتاء، شارف، شارف يعني وشاح أو كوفية، شارف. الكلمة الثانية بلاش، بلاش يعني معطف. الكلمتين الأخرانيين حقيبة يعني فاليز، فاليز. والكلمة التانية روكافيتشكي، روكافيتشكي يعني قفازات أو جوانتي أو جلوفز. نشوفكم في حلقات أخرى، في حفظ الله، سلام عليكم.